أعزائي التلاميذ متتبعي قناتي التربوية لابو دي جيس في تي، أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح سلسلة من التمارين المعرفية حول توالد الحيوانات. مطلوب منا في هذه الأسئلة اختيار الأجوبة الصحيحة. التمرين الأول، يتم إنتاج الكائنات الحية وانتقال الصفات الوراثية بواسطة الافتراس، التركيب الضوئي، التوالد، التنفس. الجواب الصحيح، يتم إنتاج الكائنات الحية وانتقال الصفات الوراثية بواسطة التوالد. صحيح. نمر إلى التمرين الثاني، يتطلب التوالد الجنسي مساهمة النباتات والحيوانات، الذكر والأنثى، اليرقات والجراثيم، الصخور والمعادن. الجواب صحيح، يتطلب التوالد الجنسي مساهمة الذكر والأنثى. صحيح. نمر إلى التمرين الثالث، نميز بين الجنسين بواسطة الصفات الوراثية، الصيغة السنية، نوع التنفس، الصفات الجنسية. الجواب صحيح، نميز بين الجنسين بواسطة الصفات الجنسية. صحيح. نمر إلى التمرين الرابع، الصفات الجنسية الثانوية هي الأعضاء التناسلية، الأمراض الوراثية، علامات البلوغ الجنسي، النظام الغذائي. الجواب صحيح، الصفات الجنسية الثانوية هي علامات البلوغ الجنسي. صحيح. نمر إلى التمرين الخامس، دور الأنثى في التوالد هو إنتاج الحيوانات المنوية، المورثات، الشراغيف، البويضات. الجواب صحيح، دور الأنثى في التوالد هو إنتاج البويضات. صحيح. نمر إلى التمرين السادس، الحيوانات المنوية والبويضات هي يرقات، أمشاج، غدد تناسلية، مسالك تناسلية. الجواب صحيح، الحيوانات المنوية والبويضات هي أمشاج تناسلية. صحيح. نمر إلى التمرين السابع، تنتج الحيوانات المنوية بواسطة الموتى، الحويصلتان المنويتان، الخصيتان، المبيضان. الجواب صحيح، تنتج الحيوانات المنوية بواسطة الخصيتين. صحيح. نمر إلى التمرين الثامن، تنتج البويضات عند البقرة بواسطة الخصيتان، الضرع، الرحم، المبيضان. الجواب صحيح، تنتج البويضات عند البقرة بواسطة المبيضان. صحيح. نمر إلى التمرين التاسع، المبيضان والخصيتان هما غدد تناسلية، أمشاج تناسلية، هرمونات جنسية، مسالك تناسلية. الجواب صحيح، المبيضان والخصيتان هما غدد تناسلية. صحيح. نمر إلى التمرين العاشر، الهرمونات الجنسية تنمي اليرقات، الجنين، الحركات، الصفات الجنسية. الجواب صحيح، الهرمونات الجنسية تنمي الصفات الجنسية. صحيح. نمر إلى التمرين الحادي عشر، الحيوانات المنوية تمتاز بكونها خيطية، متحركة، ثابتة، كروية، عديدة. الأجوبة الصحيحة، الحيوانات المنوية شكلها خيطية، متحركة، وعديدة. نتأكد، الجواب 5/5. صحيح. نمر إلى التمرين الثاني عشر، تتحرك الحيوانات المنوية بواسطة الرأس، النواة الذكرية، الصوت، القطعة المتوسطة. الجواب صحيح، تتحرك الحيوانات المنوية بواسطة الصوت. صحيح. نمر إلى التمرين الثالث عشر، اندماج بويضة وحيوان منوي يسمى البلوغ، الإباضة، الإخصاب، التزاوج. الجواب صحيح، اندماج بويضة وحيوان منوي يسمى الإخصاب. صحيح. نمر إلى التمرين الرابع عشر، بعد الإخصاب تتحول البويضة إلى مشيج ذكري، مشيج أنثوي، بيضة، مبيض. الجواب صحيح، بعد الإخصاب تتحول البويضة إلى بيضة مخصبة. صحيح. نمر إلى التمرين الخامس عشر، تتحول البيضة المخصبة إلى مشيج، خصية، مبيض، جنين. الجواب صحيح،
تتحول البيضة المخصبة بعد الإخصاب إلى جنين. صحيح. نمر إلى التمرين 16. عند الضفدعة ينمو الجنين في الماء، الرحم، التربة، البابيض. الجواب صحيح. عند الضفدعة ينمو الجنين في الماء. صحيح. نمر إلى التمرين 17. عند الحيوانات الولودة يتغذى الجنين من الخصية، المبيض، دم الأم، المدخرات البيضية. الجواب صحيح. عند الحيوانات الولودة يتغذى الجنين من دم الأم. صحيح. نمر إلى التمرين 18. تعاقب عناصر ومراحل التولد يسمى دورة الفصول، دورة الأرض، دورة الحياة، دورة الدم. الجواب صحيح. تعاقب عناصر ومراحل التولد يسمى دورة الحياة أو دورة النمو. صحيح. نمر إلى التمرين 19. يرقات الفراشات تسمى الأسرعات، البلاعيط، الشراغيف، الجينات. الجواب صحيح. يرقات الفراشات تسمى الأسرعات. صحيح. نمر إلى التمرين 20، التمرين الأخير. الإخصاب الخارجي يتم في الدم، التربة، الهواء، الماء. الجواب صحيح. الإخصاب الخارجي يتم في الماء. صحيح. إذن فأعزائي التلاميذ، لقد حصلنا على نقطة 20 على 20. لقد أنهينا هذه التمارين. أدعوكم للمشاركة في قناتي، كما أنتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال التربوية والإنتاجات التربوية. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.